حلول شهر رمضان يرسم تساؤلات لدى المرضى المصابين بالسكري بين الصيام من عدمه، فيما يؤكد الأطباء في كل مرة على ضرورة الالتزام بنصائح الطبيب المعالج وعدم اتخاذ المريض لقرارات دون استشارة طبية. لي باسيون ديابيتيك اللي يكون الخطر تاعهم عالي جدا، سي دي ديابيتيك نو دواف با جوني، il est formellement déconseillé à ces diabétiques de jeûner. و اللي يكون الخطر تاعهم ماشي عالي جدا عالي، هادو ان نو دوفري با جوني اوسي، واللي يكون الخطر تاعهم ضعيف يقدروا يصوموا، ولكن طول طون لا باشاره الطبيب، استشاره الطبيب. الطبيب هو الفقيه تاعو في الحقيقه، هو المفتي تاعو، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. كل ميدان كاين اهل الذكر تاعو، فاذا قال الطبيب قال له انت تقدر تصوم، هذا يصوم بصح ينضبط بالضوابط اللي قاله الطبيب، الاوقات تاع تعاطي الادويه، الاوقات تاع الاكل، كيفاش ياكل، كيفاش ما ياكلش الى اخره، واش لازم يجتنب بذل الجهود، لازم يتسحر، ومليح يتسحر في وقت متاخر كما هي سنه النبي عليه الصلاه والسلام، هذه كاع الاشياء تعاونه. تجاوز الارشادات الطبيه واصرار العديد من المرضى على الصيام قد يلحق الضرر بصحتهم، وتستقبل مصالح الاستعجالات العديد من الصائمين الذين يعانون من مضاعفات صحيه جد خطيره. في رمضان كاين بزاف حالات يعني يجونا في الاستعجالات، سواء يكونوا عندهم مرض سكري او امراض اخرى، يعني مع مرض سكري ليبرتونسيون ارتيريال، الضغط الدموي، ولا تصلب الشرايين، ولا امراض القلب الاخرى، ولا امراض الكلى، اللي يصوموا ما يتبعوش نصائح الطبيب يعني، ويظهر عليهم اعراض كثيره يعني اللي ممكن تؤدي الى حياتهم للخطر. معظم المضاعفات الصحية لمرضى السكري تحدث خلال شهر رمضان بسبب عدم احترام المرضى للتوجيهات الطبية والدينية التي توجب عدم إلحاق الضرر بجسم الصائم.